بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد ابن علي ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة، يعني باصطلاح المتأخرين مطلقة أو عامة. الإمام البخاري نتأمل في ترتيب أبوابه الثلاثة مع هذا: باب جار اليهودي، باب الكرم، باب الإحسان إلى البر والفجر. هذه الأخلاق الإسلامية أمرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم على العموم، ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص عندما يبدأ بجاره اليهودي في الهدية محتجا بماذا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فيحتج بها على عمومها. والصحابة لما سألوا عن أكرم الناس أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالألفاظ: ما أكرمهم أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. وقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هنا ذكر أثر محمد بن الحنفية الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحيانا كثيرة بل الشهرة أن ينسب إلى أمه التي كانت من سبي بني حنيفة، فيقال محمد ابن الحنفية. يقول في الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفجر. الاحتجاج بالعموم الذي لم يرد دليل من الكتاب والسنة يخصصه، يدل على فهم الصحابة وطريقة التابعين رضي الله عنهم لهذه النصوص أنها تشمل الكل، فكلما أحسنت إلى الناس كلما أحسن الله إليك، ولو كنت تحسن إلى الفاجر، بل ربما يرجى الإحسان إلى الفاجر، يرجى منه أن يصلح شأنه وأن يلين قلبه، أن يحب البر والأبرار فينتقل حاله إلى البر وإلى الخير. وأما إذا أسأت في معاملته ازداد إساءة. وأما الإحسان إلى البر فهذا لا شك هو يجزي به إحسانا، وعلى أي حال فالله يجزي عبده المؤمن إحسانا بالإحسان. حديث إسناده حسن. باب فضل من يعول يتيما. هو من الإحسان وهو من الكرم، ويعني فهو يجمع أنواع الخير. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. كأنه فهم أن الأرملة يكون عندها إيه؟ يتامى، أو أنه أراد أن يبوب أن يأتي بحديث فوضع حديثا آخر في هذا الموطن. الحديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم.
أو أنه على الطريقة المعتادة أنه يشير إلى بعض طرق الحديث بطريقة البخاري كثيرا جدا. السعي على الأرملة والمسكين في بعض الطرق فيها ذكر اليتامى. فهو كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل في فضيلة هذا العمل العظيم وهو السعي على الأرملة والسعي على المساكين والسعي كذلك إلى مصالح كل الضعفاء والفقراء والمساكين من المسلمين، يجعل حاله وثوابه كالمجاهد لا كالمجاهد الذي هو في جهاده وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. باب فضل من يعول يتيما له. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. دي غير اللي كان معها ايه ابنين، وعطت ثلاثة تمرات دول كانوا ولدان ذكران هنا ابنتان. قال فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي، وفي بعض الضبط من بلي بهذه، من بلي من هذه البنات بشيء، هي من يلي يعني من يتولى، من يعول، من يحصي، من يلي يعني من يعول ومن يتولى شأنهم شأنهن ومن يسعى في يعني مصلحتهن. قال من يلي من هذه البنات شيئا، لظاهرها بقى شيئا دي تشمل بنت واحدة، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ده داخل في العموم ان هو دخل في اليتيم، لكن ظاهر الحديث ان يشمل من أحسن إلى البنات ولو كانت بنتا له. هذه المرأة تعول بناتها اليتيمات يعني أو تعول بناتها ومع ذلك فهي تعتبر كفيلة لليتيم إذا كانت بناتها يتيمات. أو أن الحديث عام من يلي من هذه البنات شيئا يشمل إذا كانت يتيمة أو غير يتيمة، فقد دخلت اليتيمة بالأولى في عموم الحديث. من يلي منها لو أنه يعني كان ينفق مثلا فقط أو مثلا يؤدب أو نحو ذلك لو أو يعلم فقط، فإن ذلك يلي شيئا فقد دخل في الحديث إن شاء الله. باب فضل من يعول يتيما من أبويه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني قرين له ملازم له، لأن في إبهام أن درجة كافل اليتيم مرتفعة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة أعلى في الآخرة أفضل من ذلك. حديث متفق عليه. لا، الرواية دي اللي هي أم سعيد بنت مرة الفرية عن أبيها، ومرة الفرية هذا الإسناد ضعيف لكن المتن الصحيح من حديث سهل بن سعد، هو ده المتفق عليه. ما ينفعش يتقال على إيه؟ على الحديث إن هو ده المتفق عليه. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بعطاء بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. يعني لما لقى انه ما كانش حاضر فجاب له اكل، فقال له: والله احنا جاب له اكل وايه، ويعتبر زي اللي اكله ابن عمر، والله ما غبنت، يعني ما بخس حقك، تاخد حقك يعني كاملا. وقال الحسن: وابن عمر والله ما غبن حين أكرم هذا اليتيم وأتى له بطعام طيب وطعام جيد. ما غبنت يعني ما خسرت، ولا غبن ابن عمر لم يخسر. طب إيه رأي فقه الحديث يتيما من أبويه؟ عموم الحديث يشمل هذا اليتيم الذي يقول يعود يتيما من أبويه. أبويه دي ممكن تعود على اليتيم، يعني يتيم الأب والأم، وده مش المشهور، أو يتيما من أبويه يعني إذا كان كأخ له مثلا. أبويه تعود على الكافل على العائل، تحتمل هذا وتحتمل هذا، وأقصد الإمام البخاري يعني. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. قال بإصبعه السبابة والوسطى. أخرجه البخاري في الأدب في الصحيح. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، يعني على المنضدة التي يأكل عليها. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.